كيف كتلاحظوا انه الدكاتره من جديد مضطرين ومضطرات للخروج يعني للشوارع في الرباط من اجل يعني تنظيم مسيره من بعد هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي تمت امام وزاره التربيه الوطنيه. مع الاسف ان كان لنا حوار مع وزاره التربيه الوطنيه وطرحنا الملف لمرات متعدده، الوزاره لا زالت متشبته بانه لا تغيير الاطار ولا اخذ بعين الاعتبار شهاده الدكتوراه، وفي نظرنا هذا مس يعني بالتحصيل الدراسي للبشر ومن بينهم نساء ورجال التعليم. العدد نتاع الدكاتره في نظرنا هو قليل بالنسبه للموظفين نتاع موظفات وزاره التربيه الوطنيه. العدد هو حوالي 1500 دكتور من اصل 300,000 موظف وموظفه في وزاره التربيه الوطنيه، وفي نظرنا هذا عدد الذي يدل على انه بالفعل كاين الحرمان نتاع الموظفين والموظفات من المتابعه نتاع الدراسه ديالهم الجامعيه في الوقيته اللي المتابعه نتاع الدراسه هو حق بل واجب على الدوله وخصها توفره. المطلب هو تغيير الاطار الى استاذ باحث. بالطبع التدريس بالجامعه، الجامعه كان عندها خصائص كثير، وانه الجامعه دابا كتعتمد فقط على لي فاكاتير في الوقيته اللي خصها انها يعني من اجل تحقيق الجوده الى اخره كيخصها توظف دكاتره اللي حاصلين على الدكتوراه باش انهم يعني يشتغلوا في واحد الاطار مستقر، وماشي انه تكون لا بريكاريتي دو ترافاي حتى في الجامعه يكون عندنا عمل الهش الاستاذ ما في وضعيه ماشي هي هذيك. يمكن هذا الحل الاول. الحل الثاني هو المراكز نتاع التكوين نتاع وزاره التربيه الوطنيه اللي هي المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين 12 مركز، والمركز تاع المفتشين، والمركز الوطني تاع التوجيه والتخطيط. هذه كلها مراكز اللي محتاجه لها الدكاتره، ولكن مع الاسف مره اخرى الوزاره والحكومه بل اكثر من هذا ان المعنيين والمعنيات بالامر اللي كيشتغلوا بالتاهيلي كي يطالبوا فقط بتغيير الاطار ومستعدين باش انه يبقاو اساتذه تاع التاهيلي اللي كيقدروا يفيدوا يعني التاهيليات والتلامذ ديالنا في الثانوي التاهيلي بالقدرات ديالهم والامكانيات ديالهم المعرفيه والديداكتيكيه والاكاديميه الى اخره. اذا عندنا لقاء مع وزير التربيه الوطنيه يوم 28 دجنبر الحالي 2018. كنتمنى ان يكون وزير التربيه الوطنيه وجد الاجوبه على جميع الملفات، اقول على جميع الملفات اللي مطروحه، وهي ملفات كثيره وعمرت طويلا وكفى من الحوارات والجلسات المغشوشه واللامجديه والعقيمه والغير المنتجه. هذه الوقفه هذه تاتي في مسلسل لمجموعه من الاشكال الاحتجاجيه التي انطلقت منذ سنه 2005، نحن الان في سنه 2018 وقد خضنا حوالي 30 شكل احتجاجي. توج سنه 2010 بالاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابة التعليمية من أجل الطي النهائي لملف الدكاترة، ثم استمرت الاحتجاجات بعد ذلك إلى هذه الوقفة. المطلب الأساسي لهذه الفئة، فئة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، هو تسوية إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد. وقد تقدمنا برسالة مطلبية إلى وزارة التربية الوطنية عن طريق التنسيق النقابي، يعني يقترحوا حلا لهذا الملف في مسارين. المسار الأول هو تغيير إطار هذه الفئة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، مع إدماجهم في الجامعات والمراكز البحث العلمي والمؤسسات التابعة للجامعات، أو إدماجهم في
مراكز التكوين الجهويه، هذا المسار الاول. ثم اقترحنا كذلك على الوزاره مسارا ثانيا يتمثل في احداث اطار استاذ باحث على غرار هيئه الاساتذه الباحثين في التربيه الوطنيه، وبنفس المعايير المتوفره في هيئه الباحثين في الاساتذه التعليم العالي. نحن الان في وقفه احتجاجيه كمحطه من المحطات النضاليه التي نعلن عليها في برنامج نضالي تصعيدي من اجل استمرار في النضال على هذا الملف الذي عمر طويلا، هذا الملف الذي تعاقبت عليه مجموعه يعني تعاقب عليه مجموعه من المسؤولين داخل وزاره التربيه الوطنيه. ومع الاسف ان كل هاد المسؤولين دائما اذا في حواراتنا معهم كانوا دائما يعني انهم يعترفون ويقرون بان المطلب ديالنا والمطلب الوحيد الذي كنا نطالب به هو اعاده الاعتبار لاعلى شهاده في المغرب التي تمنحها الجامعه المغربيه وهي الدكتوراه. اذا مكاننا الطبيعي هو الجامعه المغربيه، يعني والذي يناسب الدكتوراه هو استاذ التعليم العالي مساعد. ولحد الساعه مع الاسف يعني ان الوزاره كل ما تقدمه لنا ما هو الا يعني حلول ترقيعيه. الان يعني ان هناك بعض يعني المناصب ديال التحويل داخل الجامعه ومفتوحه لجميع الموظفين، يعني ماشي على الموظفين ديال وزاره التربيه الوطنيه بل جميع دكاتره الوظيفه العموميه. ومع الاسف ان هذه المباراه تشوبها مجموعه من الخروقات وانها تفصل حسب المقاس، وبالتالي ليست هي حل ومدخل لحل ملف الدكاتره. العدد استاذه يعني عندنا 300,000 موظف في وزاره التربيه الوطنيه وعدد الدكاتره بها 1500، يعني هذا رقم نضرب لغه الرياضيات ابسيلون، يعني انا هذا رقم ضعيف وصغير جدا. ما يخصنا يعني قرار سياسي وتكون عندنا جرأة ديال اننا اراده بغينا نحلوا هذا الملف. اما انه الشكل العدد لا يشكل، علما ان في الجامعه المغربيه فيها خصاص مهول. الغريب في الامر انهم يلتجئون الى طلبه لسد الخصاص، وهذا الشيء راه كان مقبول ايامات اللي ما عندناش الاطر نلتجئ الى الناس. كيف يعقل ان الان الذي يدرس في الجامعه المغربيه هم طلبه اللي ديال السنه الاولى بالتعاقد السنه الاولى في الدكتوراه، في حين انه كاين اللي عنده دكتوراه 10 سنين وعنده بحوث وعنده تجربه بيداغوجيه وعنده بزاف ديال الحوايج، يعني انه تخدم في الليسي ولانه كاين وراء حاسوب في الاداره. يعني اذا بالتالي هذا مدخل. نحن في المداخل اللي اقترحناها للوزاره كاين الجامعه فيها خصص، خاصه ان الوزاره الان تكون منسجمه مع ذاتها ان فتح مسالك مهن المسالك التعليميه، وهذه المسالك التعليميه يعني اللي مؤهل لها ولا بغينا ننجحوها هما هاد الناس هادو اللي عندهم التجربه البيداغوجيه وعندهم. ثم كاين الان مراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين، لا يعقل اننا الان نلتجئ الى تكليفات ونزيدك بانه كاينين دكاتره اللي تيدرسوا فيها وما غيروا لهمش الاطار، وعدد المناصب اللي كاينه خصها تحل امام الدكاتره. ثم كاين يعني المدخل الاخر اللي حنا اللي هما كانوا وعدونا به وكاين اتفاق فيه هو النظام الاساسي. النظام الاساسي الان نحضره كتنسيق نقابي، نحضره مشروع متكامل، وسنحرج هذه الوزاره لان في الاسبوع المقبل سنطرح امامهم هذا المشروع اللي هو متكامل اللي انجزناه، اللي فيه واحد الانصاف لشهاده الدكتوراه، ويجب ان تخلق هيئه داخل وزاره التربيه الوطنيه في التدريس يعني ديال الاستاذ باحث.